طلب ما شاء الله بخير وياكم الدكتور يوسف كنعان بكالوريوس طب جراحه عام جامعه النهرين احد اساتذه الاكاديميه القانون الطبيه استاذ ماده الميديسن والباطنيه. اليوم المحاضره هي 26 بسلسله محاضرات الماده ككل وهي 16 بالكورس الثاني بعنوان مايكوبكتيريال انفكشن اللي هو الليبروسي. الليبروسي او الجذام تسبب بكتيريا مايكوبكتيريا ليبرا اذا تذكرون، وتسبب مثل الجرانيولوما اللي هو على السكين على النيرز زين، ويعني تسبب حتى فيشيز زين، ومنه نوعين ليبروماتوس وتوبركلويد ليبروسي اذا تذكرون زين. طبعا هي انترا سيلولر وتسبب يعني اميون ريسبونس، هذا الاميون ريسبونس هو سيل ميديتد زين. طبعا راح ناخذ بالديتيلز بيصير بي رياكشنز شلون نسوي لها انفستيجيشنز والتريتمنت والبريفنشن وحتى الكلينيكال بيكتشر طبعا زين. فالليبروسي او الهانسنز ديزيز اللي هو الجذام is a chronic granulomatous disease affecting the skin and nerves and caused by mycobacterium libra زين a slow growing mycobacteria that cannot be cultured in vitro زين. هاي هيك مقدمه. فالليبروسي اسمه هانسنز ديزيز، هو chronic granulomatous يعني بين قوسين هو مايكوبكتيريا زين. The clinical manifestations are determined by the degree of a patient's cell mediated immunity زين towards منو اللي هي هاي البكتيريا. يعني ال severity مال الديزيز والكلينيكال برزنتيشن مالته تعتمد اعتمادا كاملا على الاميونيتي مال البيرسون وعلى السيل ميديتد ريسبونس تمام. الهاي ليفل مال السيل ميديتد يعني راح يصير بي اليمنيشن للليبروسي وبالتالي راح يطلع تيبركلويد ليبروسي. احنا نعرف اكو نوعين تيبركلويد وليبروماتوس. ليبروماتوس هو سيفير ديزيز، اما تيبركلويد فهو يعني خلينا نقول مايلد ديزيز اوف يعني او مايلد فورم اوف ذا ديزيز زين. فالهاي ليفل مال الاميونتي يطلع لك تيبركلويد، اما لو ليفل اوف الاميونتي يطلع لك ليبروماتوس تمام. كومبليكيشنز زين رايزز ديو تو نيرف دامج immunological reaction and bacillary infiltration. طبعا الكومبليكيشن مال الليبروسي راح يسبب نيرف دامج، وطبعا نيرف دامج بهوايه كومبليكيشنز. بنفس الوقت الاميونتي راح تقل ويعني تصير فد يعني حاله سيئه للبيشنت زين. حتى يعني البيشنت يصير عنده ستيغما، ليش؟ لانه وجهه يتغير، وحتى كلمه الليبر اللي هي من الليبروسي راح تكون inappropriate، ومن تقولها يعني بين الدكاتره تقول هذا البيشنت عنده ليبروسي راح يتضايق منها. ف يعني يصير ستيغما لانه وجهه يتشوه زين. فيعني من هذا السلايد يعني مقدمة بس انه هو هانسنز ديزين هو كرونيك زين، يعني يعتمد الكلينيكال بيكتشر مالته على الليفل اوف الاميونيتي للبيشنت. هاي ليفل اوف اميونيتي يعطيك شنو؟ يعطيك تبركلويد ليبروسي. لو ليفل اوف اميونيتي يعطيك ليبروماتوس ليبروسي زين. هاي شو اسمه مالتنا، شوفوا كل ما اكو اميونيتي كل ما اكو يعني خلينا نقول التايب اوف ذا رياكشن، ويصير لو اكيوت بيتحول الى كرونيك زين بحسب السيل ميديتد اميونيتي زين. وهذا الليبروماتوس ليبروسي وهذا التوبركلويد ليبروسي. كل ما قلت المناعه كل ما يصير ليبروماتوس، اما كل ما زادت المناعه كل ما صار توبركلويد تمام. هسه ناخذها بالتفاصيل شويه يعني فد جرافي يدوخ هذا بس ما علينا، هسه ناخذها بالتفصيل زين. الابيديمولوجي مالتنا والترانزميشن، 4 مليون people have leprosy and around ايش قد 750 الف new cases are detected annually. يعني حاليا اكو 4 مليون عندهم يعني ودي يزيدون تقريبا مليون سنويا. 70% من دول موجودين بانديا زين. الديزيز هو اندمك بالبرازيل باندونيسيا بموزمبيق بمدغشقر بتنزانيا ونيبال تمام. الان تريتد ليبروماتوس بيشنت ديسشارج بس اللاي فروم نوز، يعني يطلع لك الهاي بس اللاي زي المايكوبكتيريا بس اللاي من الخشم زين. انفكشن اكر ثرو ذا نوز فولود باي هيماتوجينس سبريد تو ذا سكين اند ذا نيرف تمام. يعني مو ينتقل يعني الانفكشن يروح بالنوز، من النوز يروح للدم وللسكن اون نيرف زين. الانكيوبيشن مالتنا من 2 إلى 5 سنوات بالمنو بالنوع التيبركلويد، اما بالنوع الليبروماتوس فهو 8 الى 12 سنه. يعني الانكيوبيشن بيريود مالتنا كلش ضخم
زين الانسيدنس مالتنا يعني يا اعمار زين اللي هو بيكس اوف 10 الى 14 years and more common in males زين and enhance a whole contact of the liberacy اللي هو يرتبط ويا او يعني يصير التحام ويا الليبروسي كيس ممكن او يتعرض للليبروسي كيس ممكن هو همينه يصاب. فالاغلب هو ميل زين ومن 10 الى 14 سنه الاعمار زين. فمالتنا الترانزميشن عن طريق النيزل ديسشارج زين ويروح للشخص الاخر عن يعني من يوصل له يروح للدم ويروح للسكين نيرف. يعني المكان اللي يحبه هذا البكتيريا هو السكين نيرف. الهند هو كلش بها هوايه اندمك واكو بعض المناطق في البرازيل اندونيسيا وموزمبيق اند سو اون. زين البيشنت اللي اندر تريتد وما سويت له علاج يطلع لك اصلا البكتيريا يفرزها من الخشم عينك يعني، واي واحد يتعرض لهاي الافرازات مال الخشم راسا هو يلقفها. تمام زين الباثوجينيسيس هي هاي المايكوبكتيريا ليبرا وين تصير وين تحب تقعد بالشوان سيل عن السكين ماكروفاجز. فهي انترا سيلر مايكوبكتيريا انترا سيلر اورجانزم يحب يدخل داخل خلايا يعني الشوان سيلز والماكروفاج. بالتيوبركلويد بروسي مثل ما حكينا اكو سيل ميديتد اميونيتي زين وراح يصير شنو باسي باسيلري. باسي باسيلري يعني كميه او عدد يعني مايكوبكتيريا قليل جدا وحتى عدد نوديولز قليله جدا. هسه نعرف يعني شنو باسي باسيلري مالتي باسيلري هسه اشوفكم اياها زين. فيعني اكو جرانيولوما زين راح يصير مثل الورم زين هيك شيء زين الورم يطلع ليجن وهذا بي منو بي البكتيريا ومسيطرين عليها جماعه الاميونتي بلازما سيل ليمفوسايت مونوسايتس ويعني حتى فايبر بلاست وتكون فايبرويد تشو حوله ويتكون جرانيولوم. احنا نعرف تركيب الجرانيولوم بعد من الباثولوجي زين. فالتيوبركلويد هو اكو سيل ميديتد اميونيتي ومسيطر على الموضوع. اما الليبروماتوس ليبروسي زين اكو هوايه بس اللي مالتيبليكيشن ويعني السيطره على البكتيريا شويه اصعب زين. واكو مالتي باسيلري يسموه هسه اشوفكم يعني شنو زين موجوده بالشوان سيلز موجوده حتى بالبرينيوم زين يعني موجوده بكل مكان. الليبروماتوس ليبروسي هو ديسمينيتد ديزيز خلينا نقول، اما تيبركلويد ليبروسي فهو يعني ليمتد ديزيز زين. بتوين ذيز تو اكستريميتيز يعني دول خلينا نقول يعني 100 وصفر خلينا نقول او 110 ما بينهم اكو فد بوردر لاين كيسز زين اللي هي مودريت يعني بيناتهم. اكو حاله اسميها بوردر لاين تيبركلويد اكو حاله اسميها بوردر لاين الليبروماتوس وهسه نعرفهم شنو بعدين زين. اكو طبعا اميونولوجيكال رياكشن ايفولف از اميون ريسبونس زين ديفلوبس اند باسيلري انتيجين ستيمولس فاريز بارتيكولاري ان بوردر لاين بيشنت. طبعا اكو فد يعني اوكي اكو نوع تيبركلويد الليبروماتوس هذا كلينيكلي انا دا اشوفه زين وشلون الديزيز ده ينتشر وبسبب طبعا نسبه السيل ميديتد اميونيتي اللي بالشخص زين. اكو رياكشنات نوعين من الرياكشن اللي تصير بهذا الديزيز. النوع الاول زين اسمه ريفرسال رياكشن، اما النوع الثاني اميون كومبلكس زين اللي هو تايب 2 بين قوسين اريثيما نودوزم ليبروسم زين. يعني النوع الاول اسمه تايب 1 ريفرسال رياكشن، الثاني اميون كومبلكسز زين اللي هو اريثيما نودوزم ليبروسوم. وهن طبعا هاي ديليد هايبر سنسيتيفيتي بس النوع يختلف زين وبالتالي يعطينا انواع مختلفه من التوبركلويد او الليبروماتوس ليبروسي، انواع مختلفه من الليبروسي زين. فكلينيكلي كبرزنتيشن عندنا نوعين وما بينهن فد يعني سبيكترم زين فد انواع اللي هو بوردر لاينات يسموها، يعني عندنا تيبركلويد والليبروماتوس وبينهن بوردر لاينز يسموهن زين. وعندنا رياكشن داخل ذولا اكو فد رياكشن في الاميون رياكشن لو تايب 1 لو تايب 2 زين. هسه نعرف يا هو التايب 1 يصير بيه ويا هو التايب 2 يصير بيه زين. الاتش اي في والليبروسي ممكن يصير سوا زين، يعني اللي عنده اتش اي في ممكن يصير وياه يلدو في الليبروسي من اي شخص اخر. وطبعا عندهم الليبروماتوس انتي بركلويد ليبروسي سكين ليجنز هم عندهم اثنين زين. طبعا عندهم جرانيولوما فورميشن وهذول زين. سربرايزنجلي ايفن لو سي دي 4 تبركلويد ليبروسي مي بي اوبزيرفد اند نوت
there is not obvious shift to liberatus liberosi. يعني احنا ممكن liberatus liberosi هو disseminated form of the disease، صح؟ هو يعني شويه منتشر اكثر. جماعه الايدز اللي هم عندهم low cell mediated immunity او خلينا نقول low CD4، زين، despite انه عندهم low CD4 زين يطلع لهم تبركلويد، ومن يطلع لهم تبركلويد ما يتحول للبروماتوس، يعني يبقون بالمايلد فورم خلينا نقول، زين تمام. فمن هذا السلايد اللي بيه وايد حكي نعرف انه عندنا تبركلويد ليبروماتوس، تبركلويد ليبروسي عنده كنترول، زين، وبي فشغله اسمها الباوسي باسيلاري، يعني عدد قليل من الباسيلاريز وتتكون جرانيلوما. اما الليبروماتوس ليبروسي فهو عدد كثير من الباسيلاري، زين، ويعني ينتشر، يعني ينتشر بجميع اجزاء الجسم. هاي خلينا نقول 100، زين، الليبروماتوس والتوبركلويد 10 بيناتهم مثل العداد، من 10 ل 100 بيناتهم 50 70 30، هاي يعني هن الانواع الاخرى اللي هو التوبركلويد بوردر لاين وبوردر لاين ليبروماتوس. هاي انواع اخرى هسه همينا راح ناخذها بعدين وما ادوقكم بيها. اكو نوعين من الرياكشن، تايب 1 وتايب 2، هنا اثنين ديليد هايبر سنسيتيفيتي، زين. التايب 1 اسميه ريفرسال، التايب 2 اسميه اميون كومبلكس اللي هو ارثيما نودوزم ليبروسوم، زين. اكو الايدز ويا الليبروسي ليجن سوا، زين، وجماعه الايدز اللي عندهم لو سي دي 4 يصير عندهم تيبركلويد وما يتحول الى الليبروماتوس اذا اجى التوبركيوز، وممكن يجي الليبروماتوس طبعا اعتيادا، زين. شوفوا الكلينيكال فيتشرز، زين، الليبروسي عنده فد يعني ترايد خلينا نقول، زين، عنده سكن ليجن، زين، وهاي السكن ليجن تصير انستيتيك يعني بلا احساس، زين، بلا احساس. At the tuberculoid end of the spectrum، يعني بالتوبركلويد. Thickened peripheral nerves، ال peripheral nerves مالتنا كبيرة صايرة أكبر، زين، و acid fast بس line on skin smears or biopsy. من تلقى skin lesion ويا thickened nerves ويا biopsy موجود بيها acid fast بس line، ها هي سويت الترايل مال ليبروسي، انتهى هذا ليبروسي، زين. ف skin lesion nerve، زين، يعني thickening وعندك biopsy موجود بيه fast acid بس line، زين. شوف هسه هذا الفرق ما بين البروماتوس والتبركلويد، ماخذيها تقريبا من المايكرو واكو جدول كلش كبير عليها، زين. كري اكشن الليبروماتوس هو تايب 2 اللي هو الاميون كومبلكس، اما تبركلويد فهو سيل ميديتد تايب 1 اللي هو ريفرسال، زين، هذا الرياكشن، زين. السكن والنيرز، زين، اللي هنا وايدلي ديسمينج الليبروماسي مثل ما حكينا هو سيفير فورم اوف الدزيز وينتشر بالجسم كله، اما التبركلويد هو 1 وحده او فيو سايت وتكون اسيمتريكال، يعني بهالجهه مثلا عنده خلينا نقول مثلا بهذا الجهه بجهه الايد، زين، هنا هنا لا، مثلا هنا بجهه المرفق، تمام، زين. سكن ليجن، تمام، الكلاريتي اوف ذا مارجن او الديفينيشن هنا بور، زين، واليفيشن نيفر. بالليبروماتوس ليبروسي تلقاها طقع طقع ويا الجلد ما تصعد، اما بالتبركلوز شوفوا تصعد تصعد، زين، تصعد، زين، يعني تصير العفو هاي التوبركلويد صعد هياتها، اما هنا تلقاها ماكيولز بس طقع طقع، زين. اما التوبركلويد، زين، اكو مارجن وحبايه طالعه، زين، حكيت لكم اياها قبل يمكن، زين. عندك هنا كلاريتي اوف ذا مارجن جود بالتوبركلويد، اما هنا اليفيشن كومن، هنا ماكو لا مارجن، من نلقى الحافه مال الليجن وما تصعد. ككلر كدارك سكن سلايت تلقاه هايبو بيجمنتد، زين، اما الدارك فتلقاه ماركت بالدارك كلر، هنا هايبو بيجمنتد، زين. اللايت سكن تلقى عكس الريثيمه، زين، اذا هو دارك سكن الشخص تلقاه هايبو بيجمنتد، اما اذا هو يعني اذا هو لايت سكين فتلقى حمار، زين، دارك سكين تلقى هايبر بيجمنتد باتشز، اما لايت سكين تلقى ريدنس، زين. هنا السيرفس سموث، زين، بالنسبه للبروماتس، اما بالنسبه للتيبركلويد فهو لا، يعني تلقى دراي وسكيلي، يعني حبايه طالعه برا وهيجي خشنه، زين. سنترال هيلينج ما بي هيلينج، هذا كومن في حاله التوبركلويد. سويت والهير جروث امبيرد، امبيرد ليت، هنا امبيرد ايرلي، زين. لوس اوف سنسيشن ليت ايرلي اند ماركت، التوبركلويد بي لوس اوف سنسيشن
loss of sensation. زين nerve learning and damage هنا early and deep with the tumor colloid. فالسكن السكن دامج او الانستيزي يصير راسا ويا التيوبر كلويد. هاي مهمه، هاي تاشرون عليها، تاشرون عليها هاي. زين الباسيلاي زين اندكس منو اكثر بي باسيلاي؟ طبعا الليبرماتوس هنا أنا قليل التيوبر كلويد ما بي. زين الناتشرال هيستوري سيلف هيلينج يصير، نعم راح يصير هيلينج، اما الليبرماتوس لا بروجريسيف ويدمر. زين other tissue upper respiratory mucosa eye testes bone muscle هنا ماكو. فالتوبركلويد هو مايلد ما يروح للاذر اورجانز، وبي شنو بي سيلف هيلينج. بس شنو مات النيرف دامج ولوس اوف سنسيشن ونيرف انلارجمنت يصير ايرلي، يصير ايرلي. زين اما من ناحيه الليبراماتوس هو صح يتاثر ليت، بس شنو يضرب اذر يعني اورجانز respiratory زين testes eyes اوكي، ونفس الوقت يعني progressive وما يصير له self healing. زين والرياكشن مالته تايب 2 مثل ما حكينا، اما tuberculosis فهو تايب 1. مهم هذا السلايد حتى راسا تقارنون بيناتهم. كسكن ليجن كسكن ليجن التوبركلويد هو نديوله طالعه برا وبيها مارجن زين وبيها ثيكنس وبيها سكيلز، اما الليبرماتوس فهو باتش طقع طقع زين وما طالعه. وبالدارك واللايت يعني سكيند بيشنت يعني هي نفس الشيء، هايبر بيجمنتد بالدارك، اما باللايت فهي شنو؟ فهي خلينا نقول ارعد. زين لان يعني الهايبر بيجمنتد يعني الدارك بيرسون يعني عاده يعني يصير له يعني خلينا نقول مات اللي هي الميلانوسايتس تختفي او تتدمر، فبالتالي يصير لايت زين يتحول من دارك سكين الى لايت سكين بالطقعه مالتنا. زين كنيرف انلارجمنت ونيرف يعني دامج زين كانستيزيا الايرلي منو تيوبركلويد. زين ونيرف انلارجمنت همينه تيوبركلويد. زين واضحه هاي وسيلف هيلينج، وهذا اهم شيء هاي المربع تحفظوه كل زين تمام. نجي كون سكيور، احنا متفقين انه الليبروسي يضرب السكن ويضرب النيرفز. فبالسكن عاده الليجن مالتنا لو ماكيوز لو بابيوز، بالتيوبركلويد بيشنت ممكن عندهم شويه هايبر بيجمنتد ليجنز، اما بالليبرماتوس يصير ديفيوز يتوزع جميع اجزاء الجسم. زين بالبدايه الليجن يكون ال ديفايند وما معروف شكله، وراها يطلع ويتضخم ويصير له ثيكند. زين اكو اذا ضرب الفيس اسميها لاينال فيشيز، اذا ضرب الفيس فسميها لاينال فيشيز او وجه الاسد. زين باعوا هنا هذا تيوبركلويد ليجن موجود بجزء واحد وويل ديفايند ومعروف شكله الجزء، وبي انستيزيا. ليش؟ الانستيزيا هنا تضرب النيرفز بريفرال نيرفز الموجوده هنا وتسوي فقدان بالاحساس. هنا أنا باعوا هذا الليبرماتوس ليبروسي ومنتشر بالوجه كله ومسوي الهنا الفيشيز. زين وحتى ضارب الايبرو مسوي مثل الوبيشيا خلينا نقول او فقدان بالشعر. زين وصاير عنده كولابس نوز الخشم مالته متحطم. زين اما بالنيرفز حكينا على السكن، اما بالنيرفز الليجن هنا تكون سمول ديرمال سنسوري اند اوتونوميك نيرف اوتونوميك والسنسوري، فبالتالي الاحساس ينفقد بالمكان المعني والسويتنج همينه، لان السويتنج منه يسيطر عليه الاوتونوميك نيرف. زين ويعني تعتمد الانستيزيا على الديستريبيوشن مال النيرف. عاده الجلوف اند ستوكينج، جلوف اند ستوكينج يعني جواريب وشنو وجفوف، الفقدان مال الاحساس الجواريب والجفوف. زين وخاصة يصير وين؟ بالليبروماتوس ليبروسي، بالليبروماتوس ليبروسي. زين النيرف دامج هنا يعتمد على البريفيرال نيرف وين هو ممتد او وين هو موجود. فاذا الدامج صار بالالبو فهنا عندنا الالنر نيرف هو ينضرب، بالريست الميديان، بالراديال الهيومرس. زين اذا انضرب الهيومرس زين هنا الراديال نيرف هو اللي يعني على حسب المكان، الراديال كوتينيوس فهو الريست، الكومن بيرونيال فهو الني، بوستيريور تيبيال الانكل، الفيشيال هو زايجماتيك ارش، زين الجريت اوريكيلر. زين ها على حسب تمام. The damage to peripheral nerve trunks produces characteristic sign which regional sensory loss then a muscle dysfunction. ممكن حتى وياه muscle dysfunction. يعني وين الدامج انضرب البريفرال نيرف يصير وياه loss on muscle يعني sensory loss وياه muscle dysfunction. All these nerves should be examined for enlargement and tenderness and motor sensory function. الـ CNS ما ينضرب، الـ CNS ما ينضرب.
البرين والسباينال كورد كلير ما بي اي دامج. زين اهم شيء البريفرال، بس البريفرال. زين اني لما يجيني البيشنت وشاك بي الليبرومانتس ليبروسي او ليبروسي خلينا نقول، زين لازم اتشيك السنسيشن مال ذني النيرفز من البريفرال ويا تندرنس، وتشيك فور موتور اند سنسيشن، يعني حتى الموتور باور مالتها. زين الاي يصير قلنا ممكن في حاله الليبرومانتس ليبروسي، وممكن يصير بلايندنس. زين يعني هو كومبليكيشن كلش قويه. زين وذ انستيتيك هاند اند فيت، زين اللي هو جلوف اند ستوكينج يسموه. ايليد كلوجر امبيرد وذ فيشال نيرف از افكتد. البيرسون اللي هو الفيشال نيرف مالته ما يشتغل، الايليد مالته ما ينسد زين، فبالتالي شو يصير؟ بالتالي يصير اكسبوجر، نائما متعرضه للهواء، بس بالتالي يصير دراينس. زين وحتى الدامج للترايجمينال نيرف، زين يصير انستيزيا بالكورنيا والكونجنكتيفا، يصير فاقد للاحساس، بالتالي اي دامج زين ما يقدر يعني ما تحس هي، فبالانسان ما يسد عينه خلال يصير دامج. يعني فرضا واحد يدخل بعينه تراب، لا راسا تلقى الايد مسدود بقوه، صح ولا لا؟ فاذا انت ماتك العين ما تحس، اللي هو الكورنيا اللي هو خلينا نقول الاحساس مالتك مسؤول عنه من الترايجمنال، فاذا ترايجمنال المضروب فالعين ما راح تحس، وبنفس الوقت الفيشال نيرف مالتك مضروب فالايليد ما ينسد. فتخيلوا عين لا تحس بالغبار عن مود تسد الايليد زين، واصلا الايليد هو ما ينسد زين. زين فبالتالي هنا يصير اكسبوجر كيراتايتس يسموها، التهاب بالقرنيه بسبب يعني التعرض الدائم للهواء. زين يصير تروماتايز ويصير اسريشن، تمام؟ يسموها اكسبوجر كيراتايتس هاي بالكورنيا، وبالتالي هاي تؤدي الى بلايندنس. طبعا تؤدي الى بلايندنس لانه دمار القرنيه يساوي بلايندنس. زين اذر فيتشر مثل النيزل كولابس اللي حكينا عليه، زين وديستركشن ويت بالنيزل كارتلج اند بون، يتدمر النوز والهاي، يعني العين تتدمر والخشب يتدمر. زين ديفيوز انفلتريشن اوف ذا تيستس، توصل للتيستس يصير تستيكولار اتروفي اوركايتس، وين يصير بالتايب 2 رياكشن بين قوسين بالليبرومانتس ليبروسي. بالليبرومانتس ليبروسي يصير طبعا ازوسبيرميا وهايبوجوناديزم، عفوا يصير هايبوجوناديزم ويصير يعني شو اسمه يصير انفرتيلتي بهاي الحاله. فعندي هنا أنا هذا السلايد نختصر منه، عندك اي دامج نوز دامج وعندك تستس يعني اللي هي الاوركايتس تستيكولار دامج. زين هاي الاي هذا النوز شوفوا زين، وهنا هاي خلينا نقول بوردر لاين توبركلوز، نعرف يعني شنو بوردر لاين توبركلوز. زين الليبروسي رياكشن مثل ما حكينا تايب 1 وتايب 2. زين التايب 1 زين عاده تايب 1 يصير 30% من البوردر لاين بيشنت. احنا قلنا مو اكو 110 اللي هو خلينا نقول الليبروماتوس والتيوبركلويد، زين بيناتنا اكو بوردر لاين. احنا قلنا التيوبركلويد عاده هو شنو؟ هو تايب 1. الليبروماسي الليبروماتوس ليبروسي عفوا هذا شنو؟ تايب 2 صح؟ فهسه بدنا نحكي احنا على التايب 1. التايب 1 يصير بالبوردر لاين 30%، وطبعا يصير بالشنو؟ يصير بالتيوبركلويد. زين يصير بالتيوبركلويد. التايب 1 اللي هو ديليت هايبر سنسيتيفيتي، ويكون سكن ليجنز تصير اريثروماتس، البريفر نيرز تصير تندر اند بينفول، ويا سادن لوس اوف نير فانكشن يصير ايرلي وسادن. زين ذيس رياكشن ماي ريزولف سبونتينيوسلي او تصير سبونتينيوسلي افتر شنو؟ ستارتنج تريتمنت also after completion of the multi drug therapy. يعني هاي الليجنز مال رياكشن تايب 1 ممكن تصير بوحدها او ممكن بعد حتى التريتمنت. زين فهي البرفر نيرز تصير تندر ويا لوس اوف شنو اوف سنسيشن، وهي تصير ب 30% من البوردر لاين بيشنت. نعرف يعني شنو البوردر لاين بيشنت. زين شوفوا هسه تايب 1 كلينيكال فيتشر بينفول تندر نيرف لوس اوف فانكشن سوولن سكن ليجن نيو سكن ليجن سوولن تورم وتطلع برا. زين ويا لوس اوف نيرف المانجمنت مالتي تعطيها بريدنزولون زين ريديوسينج اوفر 3 الى 6 مانثس. زين يعني هنا أنا تعطيها ستيرويد. شوفوا اما التايب 2 فهو تندر بابيولز اند نوديولز مي السريت، تصير السريشن بينفول تندر نيرفز لوس اوف فانكشن. شوفوا الليبروماتوس من التوبركلويد اللي هو تايب 1 اللي هو توبركلويد ما بيها شنو؟ ما بيها ايرايتس اوركايتس
وشو اسمه مايوسايتس هالامور الديسيمينيشن فيفر اديما الديسيمينيشن ماكو بيصير انفلتريشن بس التايب 2 اللي هي 3 مانودوزم لا اركايتس ايرايتس زي مايوسايتس تمام ينتشر فيفر اديما مالتنا عندنا تنضي برودنازولون زين عندك ثالودامايد تنضي زين اور برودنازولون تزيد الدوز طبعا اذا هي كانت سيفير 40 ل 80 زين تعال نشوف التايب 2 زين due to immune complex deposition زين يصير بالبوردر لاين ليبروماتوس ويصير بالليبروماتوس ليبروسي بيشنت يطلع انتي بودي وذ هاي انتيجين كلش هواي انتيجينات زين ملايس فيفر سمول بينك نوديول اون ذا فيس وليمز ايرايتس ابيسكلرايتس تدخل بالعين تدخل بالليف تدخل بالتستس تدخل بالبون زين الداكتيلايتس التهاب بالقنوات الدمعيه زين اريثرايتس بروتينيوريا زين يعني تستمر لسنوات يستمر هذا الرياكشن لسنوات فالليبروماتس ليبروسي هو هذا التايب 2 اما تيبركلويد ليبروسي فهو التايب 1 زين شوف هذا التايب 1 تصير هيك نوديوله وحده زين ويعني خلينا نقول مسيطر عليها وهذا ريفرسال اما هنا لا تنتشر في جميع اجزاء الجسم وتوصل للاوركايتس والبون والدكتيلايتس واللنفادينايتس وهكذا زين البوردر لاين كيسز هنا تختلف يعني هي ما بين الليبروماتوس ما بين الليبروماتوس وما بين التوبركلويد زين اذا هي بوردر لاين توبركلويد السكين ليجن نيورس عددها اكثر من التوبركلويد التوبركلويد كم وحده قلنا او يمكن حتى وحده وسيطر عليها اما البوردر لاين لا اكثر الليجنز هنا زين وحتى مور سيفير نيرف دامج لان ده يقترب على من ده يقترب على الليبروماتوس ده يقترب على الوايد سبريد هنا زين احنا قلنا عداد 10 و100 هنا لا خلينا نقول 30 40 دي يوصل للقمه اللي هي الليبروماتس بدنا نبتعد عن التيوبركلويد بدنا نوصل للمنو للليبروماتس فهاي بالنص فجيد الليجنز زين تمام ويعني خلينا نقول اكو سيفير نيرف دامج اما ان بوردر لاين اللي هو ليبروسي يسموه بي بي بوردر لاين ليبروسي ناسكر الليجن فاري بالسايز والشيب شكلها يختلف وانيولار ليجن يعني حلقيه هيك شكلها تشوفون فالانيولار ليجن وين تصير بالبوردر لاين ليبروسي اما البوردر لاين ليبروماتس وايد سبريد سمول ماكيولز ما تطلع برا تصير كانها تشبه الليبروماتس يعني ما يصير رايز فروم ذا سكين زين اكو نيرف انفولفمنت والرياكشن هنا تايب 1 وتايب 2 هن الاثنين يعني مو تايب واحد مثلا الليبروماتس تايب 2 صافي اما تيبركلويد تايب 1 تايب 1 صافي زين عندك نوع اخر اسمه بيور نيورال ليبروسي وذاوت سكين ليجن ممكن يصير بانديا زين و10% في البيشنت عندهم اسيمتريكال انفولفمنت بالنيرفز والترانكس نو فيزبل سكين ليجن تخيلوا زين اون نيرف بايوبسي اول تايبس اوف ليبروسي هاف بين فاوند موجوده زين يعني بالنيرف بايوبسي موجود اول تايبس عندي البوردر لاين كيسز بوردر لاين تيوبركلويد السكين ليجن اكثر شويه من التيوبركلويد وبي سيفير نيرف دامج اكثر النيرف دامج اقوى زين البوردر لاين ليبروسي هذا سكين ليجن موجوده وتختلف بالاشكال والاحجام بس شكلها انيولار حلقي اما البوردر لاين ليبروماتوس فهو وايد سبريد سمول ماكيولز طقع طقع زين وايد سبريد نيرف انفولفمنت موجود وبيها اثنين رياكشنات بيور نيورال ليبروسي ممكن بس نيرف دامج زين ما بيها سكين دامج وهذا بالانديا ب 10% زين كانفستيجيشن دايجنوسيس عاده كلينيكال زين تلقى ساينز اوف ليبروسي سبورتد باي ادعمها بشنو باسيد فاست باسيلاي بالسليت سكين سمير اجيب فد بايوبسي من السكين والقى بيه باسيلاي زين ذا سميرز ار ستيند فور اسيد فاست باسيلاي ذا نمبر counted per high power field and score divided on شنو scale من الصفر للستة وتعطي البكتيريال اندكس بي اي زين السميرز ار يوسفول فور كونفيرمينج اند ذا دايجنوسيس اند مونيتورينج ريسبونس للديزيز زين يعني او التريتمنت عفوا فانت من تسوي هاي السميرات زين او هاي البايوبسي على مود تتاكد من الدايجنوسيس وحتى تشوف التريتمنت مالتك صحيح لو لا ما تسوي سيرولوجي ام سي كيو لا بي سي ار لا يعني السيرولوجي وهنا اثنين مو سنسيتيف للمنو للليبراسي زين فهذا عندك تقريبا الاختصار للمانجمنت مالتك زين عندك برنسبلز
زين يعني الخطوات الرئيسية انك لازم توقف الانفكشن بكيموثيرابي وتسوي تريتمنت للرياكشنز اللي تصير سواء تايب 1 وتايب 2، تعلم البيشنت على الليبروسي زين، تمنع الديسابيلتي اللي هو النير دامج اللي يسوي ديسابيلتي صح، فانت تمنعه وسبورت شنو سوشيالي وسايكو سوشيالي او سايكولوجيكلي زين، يعني سايكو سوشيال سبورت يسموه، انك تدعمه نفسيا واجتماعيا على شكله على هاي كله، انت عندك مرض وكذا وسهله وما ادري شلون زين. باعوا هنا تعتمد طبعا هذا اسمه موديفايد دبليو اتش او ريكومندد مالتي دراج ثيرابي ام دي تي زين، ريجيمنز بالمنو بالليبروسي. المالتي دراج ثيرابي اللي هو يعتمد على كميه المنو الباسيلري، البوزيتيف باسيلري، بوزيتيف باسيلري يعني خلينا نقول التوبركلويد زين، سنجل ليجن واحد سنجل ليجن زين، اكو نوع بوزيتيف باسيلري الاخ ما بين 2 إلى 5 ليجنز زين، والمالتي باسيلري اكثر من 5 ليجن، فالمالتي باسيلري هذا خلينا نقول دي يصير الليبروماتوس، اما البوزيتيف باسيلري فهو هاي توبركلويد زين. شوفوا هنا تعتمد مثلا باس باسيلاري ريفامبرسين، وممكن تعطي زين الدابسون زين الديوريشن مالتنا 6 مانثس زين، هذا طبعا مانثلي سوبرفايز تريتمنت لازم شهريا، وهنا ديلي سيلف ادمنستر تريتمنت، انت تقول له انت اخذ هذا ديلي، اما المانثلي هنا انت تشيك اب عينك زين وتشوف يعني انت تنطيه زين، هنا هذا شهريا زين. المالتي باسيلري هنا ريفامبسين مع كلوفامازين وكلوفازيمين عفوا ودابسون زين، الباسي باسيلري بس ليجن واحد اوف فلاكسيلين بس تعطي يعني يعني سنجل دوز، وهذا هو زين. عندك ريفامبسين مينوكسيسايكلين ماشي، فالباسي باسيلري يعني مالتك الليجنز قليله اقل من 5، اكثر من 5 فهي مالتي باسيلري زين. ريفامبسين از اباوت بوتنت زين، ولازم تسوي كومبينيشن حتى تمنع الريزيستنس. الدبسون زين هو بكتيريا ستاتيك زين، ممكن يسبب لك هيموليسيس زين. الكلوفازيمين اللي هو همينه بكتيريا سايدل زين، وبي سايد افكتس زين يسوي بيل سكين زين. فلوروكينولونز مينوسايكلين كلارثروميسين زين، هذني سكند لاين يعتبر. المينوسايكلين يسوي شنو دراي بيجمنتيشن اوف ذا سكين زين، although single dose treatment is less effective than the 6 months treatment for post bacillary زين، ممكن يعني ال WHO قالوا تقدر تستخدمه بس هو less effective زين. الليبرال رياكشن تريتد مثل ما حكينا قبل شويه، الكلوروكين has been used، ممكن تستخدم الكلوروكين همين ك patient education زين. لازم تعلمه they are not infectious after 3 days of chemotherapy، وتقول له اكو ديفورميتيز راح تصير وهي يعني موجوده زين، الفيشيز هالامور راح يتعلمها كلها زين. الانستيك هاند تقول له دير بالك من الحريق دير بالك من الجروح زين، تلبسه زين جلوفز او يعني فوت وير احذيه زين. فيزيوثيرابي ممكن يعالجه زين. كبرغنوسيس التوبركلويد الانتريتد توبركلويد مثل ما حكينا هاف جود بروجنوسيس، ات مي سيلف هيل مثل ما حكينا اكو سيلف هيل بالموضوع زين، اما الليبروماتوس ليبروسي فهو بروجريسيف بي هاي موربيد، يعني يسوي اوركايتس يسوي ليبيدينايز يسوي بلايندنس وسو اون. بعد التريتمنت ذا ماجورتي اوف ذا بيشنت سبيشالي ذوز هاف نو نيرف دامج ات ذا تايم اوف دايجنوسيس دو ويل وذ ريزوليوشن اوف سكين ليجنز. احنا قلنا التوبركلويد تايب 1 هو سيلف ليمتد وبي يعني نيرف دامج ايرلي، بس اذا رجفت قبل النيرف دامج فانت جود بروجنوسيس. بوردر لاند بيشنت ار ريسك اوف ديفلوبينج تايب 1 رياكشن ويتش مي ريزلت ان ديفستيتنج نيرف دامج. التايب 1 عاده بي نيرف دامج مثل ما حكينا وايرلي لوس اوف سنسيشن. كبريفنشن اند كنترول لازم احنا نخبر البرايمري هيلث كير زين، لازم نسوي ديتكشن ونبدي ويا مالتي دراج ثيرابي ريجيم. اكو بي سي جي فاكسين وقالوا انه ممكن يفيد ويا الليبروماتوس ليبروسي او الليبروسي ان جنرال. خلصت المحاضره سهله بسيطه قصيره ما بيها شيء، بس نوعين هذا الجدول مهم، المقارنه ما بين النوعين الليبروماتوس وال شو اسمه وال تبركلويد زين، وعندك همين الانواع البوردر لاين زين. التريتمنت مالتنا موجود بالاحمر الطافي اللي هو شو اسمه ريفامبسين، نفس شلون عالجنا
التي بي مو همين عالجناه بالريفامبزين، نفس الفكره. زين عندك مثلا المينوساكلين، زين وهكذا اكو موجودات دابسون، زين ذني موجودات ممكن استخدام الكلوروكين كبريفنشن، ممكن استخدام البي سي جي، زين فاكسين موجود. زين وعندك لازم احنا نخبر جماعه البرايمري هيلث كير. خلصت المحاضره هاي، مراجعه سريعه كانت، اي سؤال انا موجود ان شاء الله، في امان الله.